بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مشاهدي قناتي المحضرات الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية حلقة جديدة من حلقات برنامج الكفاف الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ التاه ولي اليدالي. مرحبا بكم أهلا فضيلة الشيخ وسهلا، معنا. حياكم الله. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة نبدأ من قول الشيخ محمد مولود الأحمد فال: والرأس غير العين عيب بعضه، مع القيام موجب لنقضه، أقرأ من النص وأعود إليكم للشرح والتعليق إن شاء الله. يقول: والرأس غير العين عيب بعضه، مع القيام موجب لنقضه، وليس للمبتاع من دون رضا الآخر في مثله أن يباعض، ولا لشار جبر مشتر عليه، ما لم يك السالم فوق ثلثيه، ويدخل المعيب كفل البائع إن يرضى بالرد وإن لم يدفع له، كأن ثبت عند حاكمه بمحضر منه وإن لم يحكم، كغائب إن رد بالأحكام أو دونه تلف في الإمام. أتوقف وأعود إلى أول بيت قرأته، وهو قوله: والرأس غير العين عيب بعضه، مع القيام موجب لنقضه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه المسألة تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مسألة معروفة عند الفقهاء، وهي أن رأس مال السلم إذا كان غير عين، معناها أنه لم يكن من النقد، إذا اطلع فيه على بعض العيب فإن هذا يوجب فسخ الصفقة بين المسلم والمسلم إليه. وهذا هو مقتضى كلام الفقهاء، وهو الذي يفهم من ظواهر النصوص وكلام الفقهاء ومباحثهم في هذا المشأل. ويفهم من هذا أن رأس مال السلم إذا كان عينا ووجدنا فيه عيبا أن الفسخ لا يقع، وهذا صحيح. لكن هناك مسألة يجب التنبه لها، وهو أن بدل تلك العين التي ستدفع لا بد أن لا تتأخر فوق 3 أيام، لأن رأس مال السلم لا يجوز تأخره عن 3 أيام. مفهوم؟ واضح. فالمسألة ذات شقين: رأس مال السلم إذا كان غير عين وتعيب بعضه، محمد مولود ظهرت كلامه أنه يفسخ الجمع. ويفهم من هذا أنه إذا كان عينا لا يقع الفسخ، ولكن يجب أن تدفع عين أخرى بدل تلك العين، ولا تتأخر إلى 3 أيام، لأنها إذا تأخرت إلى ما بعد 3 أيام يؤدي إلى تعمير ذمتين، وتعمير الذمتين مما نص الفقهاء على أنه لا ينبغي. نعم. لكن هذه المسألة فيها بحث. فحبيب بن الزايد رحمه الله تعالى تعقب هذا الكلام ونبه على شيء فيه. فهو مقتضى كلامه أن رأس مال السلم إذا كان غير عين، إذا كان غير عين، أنه إذا تعيب بعضه أن الفسخ لا يحق إلا إذا تعيب كله أو شله. وأرجع هذه المسألة إلى أن اللخمي رحمه الله تعالى لما تكلم على هذه المسألة تكلم عليها بوجه عام، فالفقهاء نقلوا كلامه وكأنهم لم ينتبهوا إلى الإجمال الذي وقع فيه، وإنما قصد رحمه الله تعالى أي اللخمي، إنما قصد من كلامه أن رأس مال السلم إذا كان غير عين وتعيب، فإن كان المتعيب منه القليل أو النصف مثلا لا تفسخ الصفقة، وإنما تمضي يعوض ويعوض الباقي. وعليه إذا تعيب، فنقول أنه إذا تعيب البعض، الصحيح أنه إذا تعيب البعض أو تعيب مثل الثلث مثلا أو تعيب النصف فأقل، أن الصفقة سليمة، ويمضي حينئذ، تمضي صفقة السلم ويعوض ما تعيب، أو يرد مقابله. من المهم أنه تحل إشكاليته. أما إذا تعيب الجميع أو تعيب الأكثر وكان رأس مال السلم غير عين، فهذا لعله هو كلام محمد، محل كلام محمد المولود. نعم، أن يكون الرد حينئذ رد الصفقة كلها، لأنه إذا تعيب الأكثر أو الكل فلا بد من الرد. مفهوم؟ واضح. نعم.
ومفيد أيضا، بارك الله فيكم. يقول كنا في شرح هذا البيت: والرأس غير العين. الرأس معناه الرأس هنا معناها اللي هم خلفوا عن الضمير، أي رأس مال السلم. غير العين معناه إذا كان غير عيني، معناه أنه عروض وليس عينا، والمفهوم معتبر لا شك. نعم. عيب بعضه مع القيام، مع القيام مع القيام معناها أنه لم يفت السلم، مع القيام موجب لنقضه، يعني يوجب نقض السلم. وليس للمبتاع من دون رضا لآخره مثليا أن يبعض. بالنسبة لمن اشترى مثليا، أو اشتريا اثنان اشتريا مثليا فوجدا فيه عيبا، فلا يمكن لأحد منهما أن يرد دون رضا الآخر. نعم. معناه أنه لا يمكن أن يتمسك بالسليم ويرد الباقي إلا برضا صاحبه، لأن هذا الجزء المثلية مشاع بينهما، فهذا النصف ليس لك أنت وهذا النصف متحيز لي أنا، بل أنا وإياك نشترك في هذا النصف، ولا يتعين نصف أحدنا عن الآخر دون الآخر، والله. وعليه لا بد من رضا الجميع حتى يقع الرد. نعم. وليس للمبتاع من دون رضا لآخره مثليا أن يبعض. نعم. ولا لشار جبر مشتر عليه ما لم يكن سليم. ولا للشاري معناها بائع، الشاري البائع، الشاري هنا معناها البائع. جبر مشتر، مشتر على حاله على بابه، جبر مشتر عليه. واضح. أيوة. ما لم يكن السالم فوق ثلثه، معناه أنه ليس للبائع أن يجبر المشتري أن يفرض على المشتري أنه يتمسك بالسليم ويرد المعيب، ليس له ذلك. ما لم يكن السالم، اللهم إلا إذا كان السالم هو الأكثر فوق الثلثين، وكان المتعيب قليل جدا، فحينئذ له أن يجبره على التمسك بالسليم ورد مقابل المعيب، وعليه نوضح هذه المسألة توضيحا أحسن. فنقول مثلا أن إنسانا اشترى بضاعة من شخص، هذه البضاعة التي اشتريت لها حالات: الحالة الأولى أن تتعيب جميعا، الحالة الأولى أن يتعيب البعض، حال تتعيب جميعا له الرد، المشتري أن يرد للبائع. إذا تعيب البعض، هل للبائع، هل هناك حق للبائع يقتضي أنه يفرض على المشتري أن يتمسك بالسليم ويرد مقابل المبيع من معي؟ نقول ننظر، إذا كان السليم قليلا فقط مثل ثلث، والمعيب كثيرا، وكان مثلا المعيب نصف والسليم نصف، ليس له جبره على ذلك، بل للمشتري أن يرد البضاعة كلها ولا يتمسك بشيء منها ويأخذ ثمنه. نعم. أما إذا كان السليم هو الأكثر كثلثين فصاعدا، والمعيب هو الأقل مثل ثلث فأقل، فإنه حينئذ للبائع أن يجبر المشتري على أن يتمسك بالسليم ويرد مناب المعيب، لأن السليم هو الأكثر، وأنت تعلم أن الصفقة إذا سليم أكثرها ينبغي أن يسحب ذلك على جميع الصفقات الأخرى. نعم. هذا واضح إن شاء الله. ولا لشار جبر مشتر، ولا لشار معناها ولا لبائع، معناها وليس لبائع جبر مشتر عليه، أي على الرد والقبول بالسليم ورد المعيب. نعم. ما لم يكن السالم فوق، ما لم يكن السالم فوق ثلثيه، والمعيب أقل من ذلك أكثر، ففهمنا من ذلك أنه إذا كان المعيب هو الأكثر، نعم، ليس له ذلك، ليس له أن يجبره على التمسك بالسليم الأقل ورد المعيب الأكثر، لكن يجوز له أن يفرض عليه أن يتمسك بالسليم الأكثر ويرد المعيب الأقل. واضح. نعم. البيت الموالي يقول: ويدخل المعيب كفل البائع إن يرضى بالرد وإن لم يدفع. هذه مسألة أخرى مستقلة عن هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا. البائع إذا باع بضاعة معيبة ووجد المشتري فيها عيب وأراد أن يردها، بمجرد رده لها تدخل في ضمان البائع. مفهوم؟ واضح. نعم. ويدخل المعيب كفل البائع، ويدخل المعيب كفل معناها ضمان، ضمان البائع. نعم. إن يرضى بالرد، إن يرضى البائع بالرد، المشتري مثلا جاء إلى البائع وقال: هذه البضاعة ليست سليمة، وجدتها معيبة وأنا سأردها لك، قال: طيب ردها لي. دخلت، دخل البائع هنا راضية، صح؟ البائع صار راضيا بهذه البضاعة، بمجرد رضاه بها أصبحت ضامنة فيه، أي في بائعها. فما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه البضاعة إذا جاءها أمر سماوي أو جاءتها جائحة فأتلفتها، فإنها حينئذ لا علاقة للمشتري بها،
بل مشتري بمجرد أن قبل منه البائع الرد فقد دخلت حينئذ في كفري أي في ضمان البائع ولم يعد المشتري بها من علاقته. وهذا هو معنى قوله ويدخل المبيع كفل البائع معناها ضمانه إن يرضى بالرد وإن لم يدفع له وإن لم يدفع له معناها وإن لم ترسل له بقيت عند المشتري لأن البائع لما رضي برد هذه البضاعة يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أنه يرد الثمن للمشتري. الأمر الثاني أنه يستلم بضاعته إما أن يرسل لها وإما أن يطلب من المشتري أن يبعثها له فهذا هو المفروض وعليه فتأخره بعد قبوله يعتبر كأنه نوع من التفريط والتراخي عن المصلحة وعليه حينئذ إذا تلفت فهي في ضمان البائع وليس للمشتري بها من علاقته. هذا نعم. ما شاء الله. يقول وإن لم يدفع إليه كأن ثبت عند حاكمي بمحضر منه وإن لم يحكم. كذلك أيضا يدخل المبيع المعيب في ضمان البائع إذا ثبت الرد عند حاكم أو أثيرت المسألة أمام القاضي وإن لم يحكم القاضي بشيء لأحد منهما. فبمجرد إتيان البائع مدعا عليه عند القاضي فالمسألة أصبحت في ضمانه. ضمان البائع. وعليه إذا تلفت هذه البضاعة بسماوي فإن المشتري لا علاقة له بها فلا يضمنها وإنما عليه أن يأخذ ثمنه طبعا لا بد أن يحكم له به لكن مجرد قبولك أنت للدعوة وإتيانك للقاضي مدعا عليك خلاص إذن كل ما بعته لهذا المشتري وهو ما زال في يد المشتري أو في مثلا في محل المشتري أو في مخازنه أنت لا يهمك ذلك فالمشتري لا يهمه شيء فهذا أصبح في ضمان البائع وعليه أن إذا تلف فهو منه. نعم. وإن لم يصدر فيها الحاكم أما إذا أصدر الحاكم حكما فمن باب أولى لأنه ما دام البائع يضمنها والحاكم لم يصدر فيها حكما بل ما زال القضية في جو التداول بين القاضي والمستشارين مثلا أو المدعين دعا عليهم فإذا حكم القاضي بأنها ترد للبائع طبعا لا شك أن الأمر انتهى أيضا من باب أولى. لا أدري هل الوقت المتبقي سيسمح بتناول هذا البيت لكن ربما كغائب يرد بلا أحكام أو دونه تلف في الإمام كما أن الغائب إذا حكم عليه القاضي بالرد فإنه حينئذ تكون البضاعة ضامنة أيضا في البائع أيضا البائع جاءه المشتري وقاله فلان باع لي بضاعة فوجدتها فاسدة فأنا أود أن أردها فخاطب القاضي البائع فوجده مسافرا فبمجرد أن وصل المشتري للبائع للحاكم وشكى عنده من الأمر فإن البضاعة حينئذ أصبحت في ضمان هذا البائع الغائب وإن كان غائبا فغيبته ليست مبررا لعدم ضمانه لها فإذا تلفت فهي من هو علاقة المشتري كغائب إن رد بلا أحكام إن رد بلا أحكام معناها عن حكم القاضي في غياب البائع المدعى عليه حكم القاضي بأن هذه البضاعة ترد وأن المشتري يرد له الثمن فتلفت البضاعة بسماوية فإذا جاء البائع رد للمشتري ثمنه والمصيبة منه واضح دونه تلف في الإمام أو دونه معناها دون الرد في الطريق دون إتيان الحاكم تلف المبيع في الرد معناها أنه في المشتري في طريق رده إلى البائع أصابته مصيبة لهذه البضاعة فتلفت فإن ضمانها أيضا من البائع ولا علاقة المشتري والإمام الطريق إمام الطريق وإنهما لإمام مبين بطريق. بارك الله فيكم شيخنا شرح وافي وكافي مشاهدين الأعزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج الكفاف الجزء الثاني كان معنا فضيلة الشيخ التاهو اليدالي أقول لكم تحايا فريق البرنامج وتحياتي إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد نستودعكم الله والسلام عليكم.